هي الأول الذي جاء من أرض السودان، ولا زالت السودان حتى الآن هي بكر، لا زالت تنتج الفنانين، يعني بذات الإشارات والبشارات اللي بتدينا إحنا طابع إنه إحنا حننعم به كثير من الفنانين اللي عندهم إن شاء الله إن شاء الله يعني قادم بقوة. إحنا في ظل واحد من هؤلاء الفنانين والأصوات الجديدة اللي بتتكي على موهبة عميقة بتدفع به كثير من التجارب اللي عاشها واللي خاضها، واللي يمكن إحنا أفصحنا عنها من خلال الفقرة الفاتت، وممكن نصفه بأنه هو واحد من المواهب النادرة اللي بتحمل صفات أو سمات إبداعية جديدة. أهلا وسهلا بك إيهاب جعفر، مساء الخير. يا مساء النور عليك، مساء النور على كل مشاهدينكم كمان. مرحبا بك. وإحنا طبعاً يعني زي ما أسلفنا كنا بنتحدث من خلال المحور الفات أو من خلال الضيف اللي كان موجود معنا في الفقرة الفاتت عن فيلم إبرة وخيط، وإنت من اللي كانوا صانعين لهذا الفيلم من خلال الموسيقى التصويرية. إبرة وخيط، التحية كمان لأستاذنا وحبيبنا عبد الناصر. فأنا كنت محظوظ جداً إنه كنت واحد من التيم اللي اشتغل في الفيلم ده، كان نقطة تحول في حياتي فيما يخص المزيكا. خشيت عالم جديد، تيم جديد أضاف لي كثير، والحمد لله أنه الفيلم كل يوم بيجي في مهرجان. دي واحدة من الحاجات الكويسة وبتديك دافع أنه أنت تبدع أكثر فيما يخص مجالات المزيكا، أو تكون عندك أفكار جديدة أنك تعمل حاجات كمان جديدة. تحية لكل الشباب اشتغلوا في الفيلم، وانا سعيد بهم كثير، وان شاء الله رب من نجاح لنجاح ان شاء الله. الفيلم طبعا ناقش واحده من القضايا المهمه جدا في المجتمع، واللي كان عندها اثر العميق زيها زي قضيه كانت موجوده من خلال المساحه او من خلال الفتره السابقه، واللي كان عندها صخب كثير. يعني فتاه الاسطوب كانت هي قضيه راي عام في وقت ما، وإيهاب جعفر كان من الناس او من الفنانين في المجتمع اللي ساندوا قضيه فتاة الأسطوب. ندمت على الخطوة دي ولا حسيت بأنك قدمت رسالة من خلال مساندتك؟ لا، أنا عمري ما ندمت على حاجة عملتها، لأنه كل حاجة بتعملها وإنت مقتنع تماماً بأنك إنت بتعمل في شنو عشان شنو لشنو. التحية لإسلام ولزوجها النورة، هم وإخواني شديد، بقت بيننا في شكل علاقة أسرية ما عندها حد، وأنا مبسوط لهم كثير إنهم حالياً عايشين مستقرين، والناس هدته ويمكن نسيتهم ذاته، فبقول إنه ربنا يعنيهم ويسعدهم كمان. بالضرورة الفنان ممكن يكون مشارك في قضايا المجتمع يا إيهاب، ولا ممكن تكون هي خصماً عليه إذا كانت هي القضية في وقت ما عندها رواج كبير، وحتى يمكن بتطبع به طبعاً، بيقول لك ده فنان العمل الحاجة الفلانية، أو الفنان اللي كان مع، خلينا نقول حتى لو كان فريق رياضي، لو كان واحد من أو سياسي أو غيره، فهو بيصنف بما غنى له. دي ممكن تكون خصما على الفنان، ولا هي مبدأ وقضية ممكن هو يدافع عنها؟ هو غالبا أغلب الفنانين بيخافوا من إثارة الجدل، الحاجات اللي فيها إثارة الجدل الناس بتخاف منها. لا، أنا ما بخاف، زائدا إنه طول ما أنا صح أو بقدم في حاجة صح فما يفرق معي كثير، لانه هي رسالتي. يعني في النهايه انا ما فنان، انا ما جاي بس امسك المايك ده واغني لكم انتوا تشبشبوا انت يعني. لا، الموضوع ما هنا، الموضوع اكبر من كثير. الموضوع انا عندي قضايا مجتمعيه المفروض اشارك فيها، عندي تفاصيل كثيره انا كفنان، ده دوري. إيهاب، يعني قضيه فتاه الاسطوب بعد كده اخذت نواحي كثيره، يعني ممكن كان عندها كثير من الاراء ما بين منقسمه مؤيده وما بين معارضه، ما بين الناس اللي وقفت معاها وايدتها والناس اللي قالت انها هي منافيه لعاداتنا ولتقاليدنا كشعب سوداني، وانت كنت من الناس اللي بتطلع لايفات كثير وبتحاول تنفي او تثبت الكلام اللي بتقوله. ما حسيت انه في لحظه ما المفروض انه انت تغير كلامك او وجهه نظرك تجاه قضيه ما او تجاه فتاة الأسطوب تحديدا، باعتبار انها هي وقتها كانت قضية راي عام؟ انا طلعت لايف لما الإشاعات وصلت مرحلة انه انا مرتبط بها، هي زولة اختي والعلاقة اللي بتجمعني بها هي اخوها ما اكثر يعني. فلما الفكرة بدأت تتطور هي حتضرها هي قبل ما تضرني انا، لانه شوية انا ممكن الحاجات بالنسبة لي ما بتشكل لي مشاكل كثيرة زيها هي كست. فكان لازم يعني انا سبب انه اطلع لايف كان للنفي، ما لحاجه ثانيه.
ولأنه أنا بدأت معاه خطوات في شكل حاجة محددة. جميل. هو عمل خير وعمل الخير عندنا في بلدنا دي مفروض يتم يعني. طيب ما نمشي لناس الحنان، رأيك شرف؟ نمشي لناس الحنان، تحية لكل ناسنا الحنان ولأستاذنا التجانة حاج موسى والأستاذ كامل يعقوب، حنغني ناس الحنان. جميل، نسمع. شكرا لك كثير إيهاب، وتحية كمان للشاعر التجاني حاج موسى، واسم ورقم بالتأكيد، وعنده دوره الكبير اللي أداه في حياة كثير من الفنانين. إيهاب، كثير من الأسماء اللي ساهمت فينا هي تدعم مشوارك الفني. كثير شديد. بداية بأستاذنا له التحية الطيب عمر الطيب، أستاذنا تجاني حاج موسى، واحد من الناس الداعميني كثير، الخير عوض الله، محمد إبراهيم جبار، كتار يعني أنا يوم إن شاء الله حلمهم كلهم كده ونعمل لنا أغنية طقطوقة حلوة كده، يكونوا كلهم حضور. أنا بحييهم، بحيي زول والله،
واقف ساندني حتى لو بكلمة طيبة حتى لو ما لقيته، فأنا بحيي الكل أي زول واقف معي. دل كان عندهم دور، لكن بالتأكيد بيكون في فنان أو في شخصية هي كان عندها تأثير العميق فيك واللي ساهمت بصورة كبيرة إن هي تدينا إيهاب جعفر زول الفنان. طيب شخصية أنا ما أعرف، هي يمكن حياتي مرت بمراحل، في كل مرحلة في شخصية هي اللي بتأثر فيك أو هي اللي بتكون نقطة تحول لأنك تتنقل لحتة تانية. مرت في حياتي شخصيات كثيرة وصلتني للمرحلة الحالية، وما معروف بعد المرحلة الحالية حتكون فيها تو مرحلة. إن شاء الله المراحل الجاية أجمل وأحلى إن شاء الله يا رب. أكثر يا رب. نجاحاً يا رب. بالعودة مرة تانية لقضايا المجتمع والمفاهيم الكثيرة اللي ممكن تكون هي موجودة في مجتمعنا، وإيهاب اللي بيحاول إن هو يترك كثير من المفاهيم دي، أنا عاوزة أتوقف معك في جملة المجتمع داير كده في الفن تحديداً وفي الغنى تحديداً. دي ممكن تشوفها بيعطي وجهة نظر كإيهاب الفنان. المجتمع داير كده دي هي أنا ما شايف إن حاجة يعني إلا هو داير كده، لا أنت فنان بتقدم اللي بيرضيك وبتشوف، يعني أنت كفنان مفروض تكون عندك دراسات لأنه أنت عايز تعمل شنو أو بتفكر. المجتمع لسه فيه الحنية، فيه اللي بيحب، فيه اللي بيتعذب بالليل ذاك الغالب ينوم، فيه الزول اللي عايز يرقص وعايز يبتهج فيه. أنت ممكن تقدم كل الحاجات دي وترضي كل الناس دي، ده المجتمع، لكن ما أظن المجتمع هو عايز حاجة واحدة، لا. ما استسهالاً أو الأكثر سهولة للوصول للشهرة زي ما كثير من الفنانين هم بينشدوا، ولا هو يعني خلينا نقول ما يطلبه الجمهور هو ممكن تكون السلم اللي بيصل بها الفنان لطريق الشهرة. ده اتهام بيوجه لكم، أنت رأيك فيه شنو؟ هو الاتهام يتوجه وانتهى، وفعلاً ده الحاصل، يعني في إنه في شكل غنى محدد هو السريع، يعني أنت الليلة تغنيه ثاني يوم بتكون الترند خلاص استلمت الجو كده، لكن ما بعد شنو؟ هي بتبقى هنا كتار في زملاء شباب أصدقائي الفنانين غنوا شكل الغنى ده، فيها فترة بتاخده وخلاص انت يلا، هل دي رسالتك؟ هل ده حدك هنا؟ في نفس الوقت عندك خيار إنه ممكن تقدم غنى يسجل لك التاريخ يوم من الأيام يقول فلان عمل وعمل وعمل وعمل. طول ما أنت بتقدم في غنى ذاته ممكن يشكل ويدان جيل. إحنا الناس العاقبة أجيال، أستاذنا وردي له الرحمة كنا بنسمع فيه قبل شوية أسطورة، ده تاريخ غنى سوداني، الكاشف تاريخ. أنت ليه ما تفكر في إنه أنت تكون تاريخ يوم من الأيام؟ جميل، ده طوالي بوديني لي يعني المفهومين، يعني مشروع فنان ولا فنان له مشروع؟ من خلال تجربتك إيهاب بيلقى نفسه وين؟ أنا فنان عندي مشروع، وارد أنجح وارد لا، بس حيجي اليوم من الأيام الناس حترجع حتلقى الحاجات دي قاعدة، وكثير في فنانين أنا في بحثي كفنان على السوشيال ميديا في أسامي ما كل السودان عارفهم هم فنانين، لكن أنا سمعتهم وشكلوني برضو. يا سلام. فراجي ربنا يمد الأعمار وإن شاء الله أشوف نجاحات يعني. إن شاء الله. نحن عاوزين نسمع منك يا إيهاب. نسمع. طيب هنسمع معقولة ما تزعل علي، كانت أول أغنية نزلت في السنة دي، هي كلمات أستاذنا الطيب عمر الطيب والحاني. يا سلام. طيب نسمع ونرجع. بتزعل علي طولت ما بتزعل علي، لو مني ما وصلك عتاب بعد حلفت تصون هواي، تطلع وعودك ليس راب. طولت ما بتزعل علي، أنا كنت يومي بكلمك
الصباح مساء ولولا دقيقة البال سرح نلقاه في سيرتك رساء. أنا كنت يومي بكلي وقبزل عليك صباح مساء ولولا دقيقة البال سرح بلقاه في سيرتك رساء. كنت تبادل الشعور بتشكيلي مر الأزال. وما كان في الجفا بيننا سكة شان عهودنا مقدسة. معقولة ما تزال علي طولت ما بتزال علي. مالك بيجي اشتياقك لي فتر وراح صدق دي بالكلام قلت لي ساعة السفر. وين 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 راح صدق دي بالكلام قلت لي ساعة السفر. الخوف يكون طول الغياب خلى القلب زي الحجر. وما عدت حافظ لمدادي عشان بعدت عن النظر. معقولة ما تزال علي طولت ما بتزال علي. معقولة ما بتزال علي طولت ما بتزال علي. لو مني ما وصلك عتاب بعد حلفت تصون هواي تطلع وعودك ليس راب. طولت ما بتزال علي. شكرا لقمة الطرب اللي احنا بندخل فيها من خلال غناك. وانا عاوزة امشي بك طوالي بما انه اللحن هو كان تلحينك انت. بيقودك حس الفنان لانه انت تلحن ولا هي اشتراطات بتضعها قبلا ولا هي خلينا نقول بتنزل بكل الاكاديميات والعلميات وعلم الصوتيات وغيرها من التفاصيل والاحساس الفنان هو اللي بيقودك؟ انا اللحن عندي احساس بيجيني في أي وقت يعني ما مرتبط بزمن. ممكن نص يصحيني عادي 2 صباحا أقوم أشيل التلفون عشان أسجل أو أشغل الأورغان عشان أنفس فيه حاجة. أو ممكن يجيني وأنا سايق ماشي على الشغل تمام عادي بتلقاني بغني. ممكن أكون وأنا ماشي الدكان أجيب لي حاجة تحصل برضو. فكتير بكون ماشي بيجيني لحن بكون بغني فيه يعني كويس انه ناس الحلة عارفيني متقبلين الفكرة ما عندهم مشكلة متقبلين الحاجة دي. الشعب السوداني عنده كيمياء مختلفة يعني ممكن يكون مرة مزاجه جاي على غنى أكثر خفة وممكن يكون مرة مزاجه جاي على الغنى الرصين فيه تطريب عالي أو فيه حتى استماع غنى استماع. الاختلاف ما بين النوعيتين دي وين بتلقى نفسك فيهم؟ أنا بلقى نفسي في النوع الثاني يعني بحب الاستماع. بحب لما أغني أونسك بحب إنه يتونس غني. أنا لما كنا بقول في الكلمات دي أنا لما أسمع كلها أو التيمبو بتاعي غاي يكون واقع أنا قادر أوصل لك الكلمة في إنه زي اللي عايز أقول لك يا أخي أنت ليه ما بتزعل مني قادر انت. تخاطبه بمختلف كيمياء أيوة بأي طريقة دي هي الفكرة. يمكن أكون ميال لأنه أغني استماع لكن مرات أجواء الحفلات تفرض علينا أنا أسرع الإيقاع
لكن برضو لازم أوصل لك الفكرة بتاعت الأغنية. دب وديني طوالي لأغنية الحقيبة، وأي فنان عاوز يدخل لمجال الغنى تحديداً بالضرورة يمر عبر محطة الحقيبة. رأيك في الموضوع هذا تحديداً، وهل ممكن هي فعلاً تشكل نقلة حقيقية للفنان، ولا هي ممكن تكون زي رأي كثير من الفنانين أصبحت قيود بيتقيد بها بأنه لازم يمر عبر هذه المحطة عشان هو يقدر يطلع للناس للشعب السوداني؟ هي عمرها ما كانت قيود، هو ما عنده قديم ما عنده جديد، تمام؟ أنا يمكن يكون الشكل المدرسة الماشي فيها وشكل الغنى اللي بغني فيه ما بعيد من فكرة الحقيبة، هو الالتزام في شكل النصوص، في إنه تقدم نص فيه رسالة أو فيه فهم أو فيه أو تفاصيل الكثيرة بتاعة النص الشعري. أنا الحقيبة أحبها جدا، حتى على مستواها عملت مجارة لألبوم كامل كان إنتاج اسمه حقبنجي، هو الشعراء حديثين لكن كتبوا بالنفس القديم. فأنا ما عايز أكرر، أنا ما عايز أعيد، أنا ما غالبني أغني حقيبة، لكن كمان في أفكار رددت أغنيات غيرك في مرحلة ما. أيوة. وعندك مشروعك الخاص. عندي مشروعين، دي شكل أغنيات أنا عايز أقدمها برضو يعني. فغير كده أنا ليلة الإنتاج بالنسبة لأي فنان مكلف، الوقت اللي أنا بنتج فيه أغنية مسموعة ليه ما أنتج حقيقة؟ هي دي الفكرة. جميل، دي فكرة مختلفة ومتميزة وخلاقة. إيهاب حتسمعنا شنو؟ حنسمع مالك دواء. مالك دواء هي كلمات والحان دكتور النعمان محمد، له التحية، أول عمل بيناتنا وإن شاء الله يعجب الناس يا رب. إن شاء الله خلينا تحية أسمع. لدكتور نعمان كمان. مالك دواء لك ربي وسببك هو يا قلبي، سيب الزعل عيش الامل انسى الجبال اللي كان حصل يا قلبي، خلي الزعل عيش الامل انسى الجبال اللي كان حصل يا قلبي، اهل العدو قلبي زاد هوا إن الألم قدر الذنوب ما فينا زود هذه العيوب يا قلبي، إن الألم قدر الذنوب ما فينا زود خاتي العيوب يا قلبي، ما أصلح حال كل القلوب، أسمع كلامي وخير ندوب من الهوى يا قلبي، لا من تشوف في الدنيا حال ما بدوم كثير أظلم حالي يا قلبي، وقتين تشوف في الدنيا حال ما بدوم كثير أصل محال يا قلبي، والكان عديل لابد بميل، والكان عديل لابد بميل، والكان عديل لابد بميل، دوام الحال ده المستحيل يا قلبي ما عليك دواء، قالك كوا قلبي ومالك دواء يا قلبي، ولك ربي يا قلبي سببك هوا يا قلبي، قالك هوا يا قلبي
تمام، احنا شاكرين لك كثير يا ايهاب. وانا عاوزه اقول لك واحد من الاسامي توريني تاثيرها العميق عليك، محمود عبد العزيز. يا سلام الاسطوره محمود. انا احب محمود جدا. محمود ككاريزما وكشخصيه يمكن يكون سبب في انه يديني شكل حياه مختلفه. يعني انا بحب محمود لدرجه ما عاديه، له الرحمه والمغفره. هو واحد من الناس اللي كان ملهم بالنسبه لي كفن وكغنى، في انه المفروض اكون فنان كيف. هو مصدر الهام بالنسبه لي. جميل. رايك في واقع الموسيقى السوداني الان في الوضع الراهن اللي هي فيه؟ ما اقدر افتي في حاجه زي دي، لانه كفنان اللي بينقصك شنو عشان تطلع للعالميه، عشان تكون في نفس المستوى اللي بيكونوا به الفنانين خارج السودان؟ ينقصني الاهتمام بي كفنان. انا لو توفرت لي شكل ادوات بتاعت انتاج بتاعت انه اقدم نفسي صح، ما صعب علي العالميه. حاسي كإيهاب جعفر حاسي الحاجه دي. انا مهندس صوت، منفذ موسيقي، ملحن، موزع، ففي يدي كثير انه ممكن اطلع بالحاجه دي. فتتوفر لي الغنوات والادوات اللي بتوصلني، بس انا ما عايز كثير يعني. جميل. طبعا هم مصرين انه نسمع اغنيه، لكن انا حاديك يعني او حاسالك عن حاجه اخيره عندها علاقه بذات المحور اللي احنا بنتناقش فيه، بانه كثير من الفنانين هم بيبدوا باعمالهم الخاصه وبينتهوا. بالضروره انك تمر عبر المحطات المختلفه في السودان عشان يتقبلك المجتمع كفنان، ولا ممكن تنتج اغانيك الخاصه وبرضه يكون عندها رواجه وتقدر تبني نفسك من غير ما تمر بالمحطات المختلفه دي؟ ممكن اعمل غنى خاص لو يتقدم صح، حيصل الناس لو يتقدم صح. جميل. طيب نسمع جدي المتمة. نسمع جدي المتمة كلمات عباس يوسف والحان أستاذنا محمد إبراهيم جبار. لهم التحية الاثنين. لهم التحية. نسمع. جدي ساكن المتمة، قلبي من ما شافه هما. جدي ساكن المتمة، قلبي من ما شافه هما. دابو عشرين عمرو تم وفوقه آيات جزء عم. في الوجود عندي الأهم، أجدي عندي الأهم. في الوجود عندي الأهم، وكل منا يفرح بو يما. أجدي السكن المتمة، كل منا يفرح بو يما. غنى ود البلة لما وقال غنى بالباري سما. يعد سبب لي حمى، حمى حمى فوقي حمى. يعد سبب لي حمى، والوجع سماني سما. أجدي أجدي سبب لي حمى. جدودي ويا العيوة ارفعوا الكفل المهمة. للجدي 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 دايرة روح واخد لي جمة.
داير اروق واخد لي يوا بالبريد وبخور ولموع جدي الساكن المتمع قلبي من ما شافه هم ساكن المتمه أجدي ساكن المتمه قلبي مما شافه هم قلبي مما شافه هم أجدي ساكن المتمه أشيوخي ويلايمة أرفع الكفل المهمة فوق ود البلة لما شوق وسبب لي حمى داير اروح خذ لي يمه وايد اجدي ساكن المتمة قلبي مما شافه هم. يا سلام، طوالي حيوديني لفكرة المناطق والتراث السوداني والسودان الداخل بكثير من إيقاعاته ومن تفاصيله. الآن الشباب بيجي بيتجه لغنى التراث والدوبات أكثر، إيها فكر في الناحية دي، ممكن هو يغني غنى تراث سوداني أو حتى يمشي للدوبات؟ لازم، يعني مفروض أغني لكل السودان، متنوع حتى شكل الإيقاعات فيه، شكل الغنى، شكل الحاجات دي. معنا هي رسالتي ما للوسط بس. عملت قبل كده إنتاج أغنيات طنبور، طنبور دليب، طنبور سيرة الاثنين. عملت اشتغلت على الجراري، اشتغلت على إيقاعات النيل الأزرق، ففي أفكار كثيرة. جميل إيهاب، المشروع الكبير القادم والمشروع اللي بيحاول إنه يصنع نفسه كفنان كإنسان عنده رسالة مفروض أنه هو يوجهها للمجتمع القادم، شنو الرسالة اللي بتوجهها لكل الناس اللي بتسمعك وبتحبك؟ القادم ساعي لأنه أقدم مادة جميلة، غنى ديمي سيز، قريب بإذن الله عندي التدشين بتاع 10 أعمال، هي دعوة مفتوحة لكل المتابعين عسى وللغنى برضو إنه يكون حضور معنا قريب بإذن الله. هيتدشن مجموعة من الأعمال، حالياً أنا في طور البروفات للحاجة دي، شغالين فيها بروفات هي ثنائية. أنا عايز أرجع زي ما قلت لك، حاجات بتشابه، هي ثنائية، والثنائيات في الغنى السوداني كثيرة، هي ثنائية ما بيني وبين أستاذ الطيب عمر الطيب، فعايزين نعكسها كثنائية. قريب شغالين في بروفات هسي، ده شغل كبير ومشروع كبير قادم، نحن بنتمنى لك التوفيق. إيهاب شكرا لك، حكون معنا إن شاء الله الأغنية الختامية، شنو حنسمع؟ حنسمع الدائر وسويه من كلمات وألحان أستاذ الطيب عمر الطيب. إن شاء الله حنسمع اللحن ده، ونحن بنشكرك مرة تانية إيهاب على القيمة الكبيرة وعلى رسالة سامية للفنان السوداني اللي بيقدمها من خلال فنه. لكم كمان متابعينا ومشاهدينا وين ما كنتوا في ظلال الأصيل لهذه الحلقة، كانت حلقة اليوم اللي حاولنا إنه نقدم لكم فيها محتوى مختلف ومتنوع ما بين الدراما السودانية والفن السوداني. أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا من خلال حلقة اليوم. تقبلوا عاطر تحياتي وتحيات فريق العمل، في أمان الله. مدام هوانا وراك قررت تاني، وانا ما عندي لك كلام، عالداير سويه اثنين، كان النبيض مكسوم من دقة القلبين، الردى بناتنا كانت خيار اثنين، كان النبيض مكسوم من دقة القلبين، أكدنا عهد الريت، وأكدنا عهد الريت، بمسكة اليدين بدينا بالإخلاص.
ختم نبي ياسين مدام هوانا برات قررت تني وعندي لك كلام الدائر سويه خلى الوضع مقلوب ما كنت سبب وانا ولا قايله في المكتوب اجاني من طرفك خلى الوضع مقلوب ما كنت سبب وانا انا لا قايله في المكتوب عشان لسانك قال يا عشان لسانك قال وما كنت قايله كذوب راح انت بعمري إن اتصل محبوب مدام هوانا براك قررت تنهي وما عندي لك كلام الداير سوي الحاز في نفسي إنك نسيت وعدك وامرن بخص اتنين قررت فيه وحدك الشايل في نفسي إنك نسيت وعدك وامرن بخص اتنين قررت فيه وحدك خدتني قدام باب خدتني قدام باب مرقني من حدك ما سبت لي خيار غير ارضى ببعدك مدام هوايا وراك قررت تني وما عندي ليك كلام الداير سويه مدام هوانا وراك قررت تني وما عندي ليك كلام الداير سويه